بالخير وين ما كنت. أنا في زوارتنا بشاي الضحى، تعودنا نلتقي معاكم كل يوم خميس ومعانا موضوع جديد، فصباح العمل والنشاط والإنجاز. مشاهدينا من فينا ما سمع وردد بينه وبين نفسه من جد وجد، ومنه ما مر عليه بيت شعر حق المتنبي وهو يقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. اليوم حلقتنا مشاهدينا العمل، لكن ما هو أي عمل، بنتكلم عن العمل الشاق للمرأة ومتى يكون شاق. في الماضي المرأة الكويتية كان لها دور مهم جدا عند غياب عيالها فترة الغوص، فطب وأيضا تطعم عيالها وتطحن على دينها وتروح البحر، تقسم لابس، وفوق هذا كله تجاب العيال وحتى بيت الحمولة. إذن في مشقة، والمشقة هني هو تحمل المسؤولية والمحاتات وغير التعب الجسدي. اليوم بالوقت الحالي أثبتت المرأة نجاحها وصارت تقف جنبا إلى جنب الرجل في مجالات متنوعة. المرأة الكويتية أثبتت جدارتها وتفوقها يوما تلو الآخر في كافة المجالات وميادين العمل، لا سيما في المهن الشاقة التي راهن الكثيرون على نجاحها في هذه المهن مقارنة بالرجل. فكانت المرأة الكويتية دائما مشاركة في المجتمع المهني منذ القدم، حيث قامت بأدوار كثيرة قديما، فهي الأم التي ترعى شؤون المنزل وتجهز طعامه وشرابه وترعى أبناء وتقوم بغسل ملابس جميع الأسرة على ساحل البحر وتكنس البيت وتنظفه حتى حوش الغنم وترعاهم. ومع التطور وزيادة الوعي وارتفاع نسبة النساء المتعلمات في الكويت، أصبحت المرأة الكويتية لا تترك مجالاً إلا وقد حققت فيه نجاحات كبرى، لا سيما مجال المهن الشاقة في المشاريع كالمهندسات والشرطة والإطفاء وغيرها من المهن الأخرى التي تركت بصمات واضحة فيها. فنرى المهندسات يمارسن المهن الشاقة بكل جدارة واستحقاق، بل ويدرن أهم المشاريع الكبرى في البلاد، والطبيبة التي تنقذ الحياة في غرفة العمليات، والمحاميات الناجحات في المحاكم. كما أصبحت المرأة الكويتية وزيرة ونائبة تحمل مسؤولية الأمة والبلد، وغيرها من المهن التي أثبتت جدارتها ونجاحها فيها. أصبح عليكم بالخير مشاهدينا، وأعرفكم اليوم على ضيوفي. عبارة عن خلطة سحرية فيها طاقة إيجابية وأطلالة جمالية وراحة نفسية. أصبح عليكم بالخير معي هدى الصالح، مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات. بالفعل خلطة سحرية أنتم اليوم، صباح الخير أستاذة هدى. وأيضا معي زينب بوشهري سيدة أعمال والملقبة بزيزي، صباح الخير زيزي. صباح الأنوار، الله يخليك. إن شاء الله. وطبعا الدكتورة ندى بهبهاني متعودة على برنامجنا بزوارة شاي ضحى، استشاري نفسي واجتماعي. أهلا وسهلا فيكم. أنا قلت صاروخية متعمدة، لأن معانا اتصال في البداية مع نقول سيدة اسمها أو بنوتة سعودية مشاعر ناصر الشميمري، أول فتاة سعودية تعمل في تصميم الصواريخ، تلتحق أيضا بوكالة ناسا الأمريكية لدراسات الفضاء، وتعمل على تطوير أبحاث خاصة في هذا المجال. صباح الخير مشاعر. صباح الخير. صباح الخير، شلونكم؟ يسلمك، شخبارك؟ شلون أمورك؟ وإن شاء الله أمورك طيبة. الحمد لله طيبين ولله الحمد. لله الحمد. إن شاء الله طيبين. بالبداية عرفينا عن عمرك مشاعل، وشلون التحقتي في وكالة ناسا وفي مجال تصميم الصواريخ؟
والله أنا بدأت في الماجستير، هي ناسا مولت مشروع البحث حقي اللي هو عن تصميم صواريخ نووية سلمية للذهاب إلى المريخ، هذا في الماجستير. بعدين بعد ما خلصت الماجستير ما صرت أشتغل مع وكالة ناسا، صرت أشتغلت في القطاع الخاص. نعم. وكملت من هناك، ولما كان عمري 26 بدأت شركة خاصة بي لصناعة الصواريخ السلمية لإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة، يعني ذلك الأقمار الصناعية التي تزن ما بين 1 إلى 500 كيلوغرام إلى المدار الأرضي المنخفض. ما شاء الله عليك مشاعل، أنت نموذج عالمي عربي خليجي، بالفعل تفتخر في كل امرأة عندها طموح وأصرت. طيب نتوقع منك أكثر إن شاء الله خلال الفترة الجاية. ما سمعت السؤال، ما سمعت. نتوقع منك إنجازات ثانية خلال الفترة الجاية؟ بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. طيب نصيحة تحبين تقدمينها؟ طبعا من أكبر النصائح اللي دائما أعطيها للشباب والشابات هو الإصرار على الوصول إلى الهدف، وأن يكون هناك طموح كبير جدا لدرجة أنه لما يصحون الصبح يطلعون نفسهم في المراية يقولون وش سويت بنفسي أنا، لأنه إذا ما خفتوا من الـ يعني الطموح حقكم ما دفعتوا نفسكم إلى الحد عشان تعرفون وش تقدرون تنجزون. فيجب أن يكون هناك طموح عالي، ويجب يكون هناك إصرار للوصول إليه، لأنه ما حد حيقدر يوصل من غير ما يتعذب، يعني هذا شيء مفروض منه. يعطيك العافية يا مشاعل، بالفعل أنت نموذج مشرف إلى الأمرأة العربية، ومثل ما تعرفوا مشاهدين هذا اتصالنا من فرنسا، وإن شاء الله نقدم لكم دائما خلال برنامجنا زوارة شاي ضحى نماذج نسائية نفتخر فيها. كل الشكر لك يا مشاعل، مع السلامة. شكرا لكم، حياك الله. صباح الخير. صباح الخير. ما شاء الله مبدعة مشاعل، يعني والله تمثل المرأة شنو ما كانت، حياتنا كبيرة لها يعني في وكالة ناسا، يعني مو شيء سهل ان نوصل. هدى، او هو سؤال نقول، مو سؤال، احنا زوارة واكيد بنتناول نقول مواضيع عن المرأة والعمل الشاق. بداية شنو معنات العمل الشاق؟ اولا العمل شيء مهم للانسان، يعني الانسان بلا عمل مثل يعني الجسد اللي ما فيه حياة، ما في روح. فالعمل بالنسبة للمرأة شيء مهم من البداية، يمكن بداية مقدمة البرنامج قلت إن هي المرأة، خصوصا المرأة الكويتية، يمكن عملها سواء كان في البيت قبل لا تطلع إلى المحافل الخارجية أو بالعمل بالمؤسسات، كانت هي كل شيء في البيت. عمل شاق بكل معنى الكلمة، بس كانت تأديه بحب. وبالنهاية وبعدين بعد ما تطور الموضوع، بعد ما تطور المجتمع وتخرجت المرأة للحياة اشتغلت في كل المجالات وأثبتت نفسها في كل المجالات. الآن وين ما تلتفتين تجدين المرأة الكويتية مع الرجل، يعني وجهين لعملة واحدة وهو أداء العمل، سواء كان شاق أو سواء كان في تحدي أو سواء كان في تنافس، مكملين لبعض، وشيء كله مفخرة يعني في كل المجالات. الآن يمكن المورد الرئيسي للكويت شنو هو بالنسبة لنا احنا؟ النفط. تشوفينها في الحقول، النفط موجودة، مهندسة في مجال البناء، تشوفينها في الآن السلك العسكري. يعني لما أنا صراحة أشعر بفخر لما أشوف المرأة الكويتية لابسة اللبس العسكري وتشتغل حالها حال الرجل او مع الرجل، يكملون بعض. معلمه، وترى التعليم مهنه شاقه جدا، بالفعل. مو يعني هي الاساس. صحيح. يعني الدول المتقدمه، شكرا، الدول المتقدمه الان يمكن يعني اعلى رواتب المعلمين، لانهم يصنعون اجيال. مو سهل انك تصنعين جيل، ولا سهل انك تبنين انسان، ولا سهل انك انت تعيدين بناء انسان. شيء شاق يقع على عاتقها، صار مسؤولية كبيرة، كبيرة من خلالها مفردات مجتمع نقول تخرج ذات ثقافة ووعي كافي. طيب والعمل، عفوا العمل الشاق مو معناته انه في يعني في حقوق انه خارجي، بالفعل العمل كل ما كان فيه انجاز وكان فيه تحدي هذا بحد ذاته فيه مشقة. اي نعم. زيزي كونت سيدة اعمال، متى اقول هذا العمل شاق؟ لما تنامين ومخك يشتغل. هذا اصعب. وتقعدين مخك يشتغل، تقعدين بين عيالك ومخك يشتغل. لا بس يسوى، لانك كل ما تشتغلين وتلاقين في مردود، انا ما اتحكى المادي، مردود النجاح،
انك تطيحين تردين توقفين تتعلمين من اخطائك، اذا هو ابدا مو مزعج. نعم تتعبين بس في النهايه في نتيجه ماكو احلى من كذي صراحه. صحيح. طيب دكتوره لازم يكون فيها نقول المراه مواصفات معينه عشان تقدر تعمل في عمل شاق؟ طبعا لازم تكون المرأة العربية بصفة عامة تتقبل التحديات. نعم والله حملت أسية. حمولة حمولة هي تتحمل صبورة. صحيح. لكن مش أي إنسانة أو أي زوجة امرأة عاملة تتحمل مشاق الحياة وخاصة وظيفتها. هناك وظائف احنا يعني مثل الطب مثلا تضطر الإنسانة هذه انها تستمر لساعات طويلة في المهنة. وبعدين هذا شيء يمكن انه يأثر على البيت والأولاد. فاحنا نبي اتزان، يكون الحياة متزنة بحيث انه ما يكون شيء على حساب شيء آخر. صح. يعني هناك تضحيات لازم تقدم تضحيات. هي مدام خلاص استلمت عملها اذا هي عارفة انه هناك مسؤوليات أولويات، اول شيء البيت والاولاد والزوج، والثاني يمكن هذا خلال هو العمل طبعا عليها. بالفعل يمكن هذا راح نتكلم. نعم. شلون تنظيم الوقت. نعم. شلون التوازن خلال حلقتنا. طيب نقول كلنا انماط شخصيه مختلفه. اكيد دكتوره هدى غير عن ساده زيزي. عن حضرتك دكتوره. طيب عشان المراه تكون قياديه او انها تقدر تمتهن يعني مهنه شاقه لازم تكون شخصيتها متسلطه؟ لا ابدا. تسلط ما له علاقه بالنجاح. أبداً. يعني تعودنا بالمسلسلات نقول او بالافلام نشوف دائما القياديه تكون احنا نقول بالكويتي عسره. ابدا. والله حتى عسره اقل من المتسلطه، يعني ساعات العساره نوعا ما تقدري تلينينها. المتسلطه المراه المتسلطه مو في اجندتها النجاح. صحيح. اجندتها ان انا اسيطر على الكل مهما كان الراي. تحجر على راي الاخرين. المتسلطة هي تتسور بالتسلط عشان تخش أشياء كثيرة داخلها وضغط في داخلها وفي خلل داخلها. هذه لها أثرها ترى في البيت، يعني حتى في العمل تكون على موظفينها تحت إيدها طبعا. إيه نعم. تعطيهم أوامر بالفعل بس مو بيئة صحية ما فيها إنجاز. لا حتى لما يجون مراجعينها أو شيء يقولون أنت إذا كذي أنت في العمل الله يعينك في البيت. مش يعني العيال يعانون. لا احنا لأن احنا استشاريين فقاعدين نشوف يعني شو قاعدين حالات. يعني الزوج يشتكي يقول الحين أنا زوجتي محامية. إيه نعم. بالبيت قاضية. مع العيال معي انا يقول ما احس التقمص إن الشخصيه. طبعا هذا ما في هذا الجانب النفسي هذا ما في المزعج احنا نسميه. فهذا ياثر طبعا على البيت. هذا يحتاج علاج دكتوره. الزوج جاينا عشان يقول الحين شنو تشوفون هل اطلقها يعني انفصل عنها لان هي وظيفتها صارت مسترجله عرفتي وتفرض قوتها. فما يصير انت عيشي دور الانوثه لا تلغين انوثتك عشان وظيفتك عرفتي. مهنة المحاماة هي مهنة صعبة على المرأة. والله دكتورة مو بس المحاماة يعني كل المهن تحضر خشنة تطلب انها تكون خشنة. المدرسة عادة تدرين عدد الطلاب يكون كثير فدايم نبرة صوتها عالية. فيوم ردت البيت بالفعل دكتورة نعم صوتها عالي مع زوجها مع عيالها. اي اكيد طبعا زوجها يقول قصري صوتك. بس هذه نقول شلون تخلص منها؟ لازم يعني تمرن نفسها يعني على طول يعني ما خلاص في شيء اسمه انفصال. انا افصل العمل عن البيت. اذا احنا اطلع من الركن الوظيفي اطلع منه ادش على الركن الاسري. إيه نعم. هناك اسير وحده ثانيه اخرى يعني ارجع للمحور الاول. اذا لازم عندي مواصفات طبعا اكيد موازنه تكون بلنس عشان اقدر اوفر صح الحنان والدفء. انا قاعده اشوف حتى حالات انفصال عاطفي انا اسميها. إيه نعم. حتى قبل لا يصلون لمرحله الطلاق. ليش؟ لان في شده للزوجه وشخصيتها عنيفه عرفتي مع هنا. الزوج والاولاد. زين شلون راح تستمرين يعني حتى لو 15 سنه راح هي فتره راح تصعبين ترجعين مياه الى مجاريها. ما شاء الله كلكم سيدات عاملات ومثل ما تفضلتي استاذه هدى قلتي يعني العمل الشاق مو شرط انه يكون خارجي نقول او داخل موقع. التعامل مع الناس شيء صعب لان مزاجيات مختلفه. يمكن ايضا استاذه هدى انت صادفتك ايضا من خلال عملك. نعم. وايضا الدكتوره حالات. طيب في شروط يعني لازم السيده تخليها قدامها عشان اوصل حق النجاح المطلوب في العمل؟ وصلتي ما شاء الله نقول مراكز راقيه وايضا استاذه زيزي يعني في شروط عشان انا اوصل حق هذا النجاح؟ الصبر نماذج وسيدات ايضا. اول شيء لازم تكونين صبوره. نعم. حموله وعندك مثابره يعني مهما تطيحين تردين توقفين. بعدين لازم يكون عندك يعني سأة بال
وبعدين على فكرة أنت ذكرتي التعامل مع الجمهور شيء صعب والله، من أجمل الأمور اللي تمر علينا، ما تتخيلين إيش كثر نكتسب خبرات والناس يعلمونك. بس هني أنت محتاجة زيزي يعني أول شيء ثقافة التعامل، محتاجة تطورين حتى نفسك ومثل ما تتصال مع الآخرين. سعة الصدر هذه ترى مو كل عند واحد، بس واحد ترى هذا على فكرة جبر رحار الحرارة طايفة 50 ويشوف إن دورة قدامه نفر، وهذا جزء من حياتك وعملك. كل عمل فيه مواصفات زينة وفيه أشياء ضريبة تدفعينها. لازم أنت تكيفين نفسك، تقبلين بالشين قبل الزين. ما تأخذين الزين في شغلك تقولين لا بس أنا مالي خلق أسوي هالشيء. أنت مضطرة إذا خذيتي شيء بحلوة ومرة وتبتدين بالمر وتبتدين تتحملينه، إذا قدرتي تكسرينه هالحاجز خلاص أنت بالسيف سايد صرتي. إذا قاعدة أطور ذاتي طبعا لازم التطوير الذات أولا، وبعدين ترى على فكرة مو أي شخص يقدر يعني يشتغل ويتعامل مع جمهور، هي لها مواصفات معينة. يعني مثل ما قالت أختي زيزي أن المفروض أنه يكون في عنده صبر، يصير في عنده مرونة، يقدر يفصل. يعني مثلا انت اذا كانت عندك مشاكلك في البيت تبي تتعامل مع الجمهور هذا ما تصلح، لازم تفصل تقطعها تدخل المكان اللي انت فيه تتعامل مع الاخر على اساس انه هو انسان ايضا عنده حاجه، لو ما عنده حاجه ما هي عندك انت عشان تقضيها حقك، ما تقدر تسوي هالشيء هذا. ولا مواصفات معينه التعامل مع الجمهور، والعمل الشاق ايضا لها مواصفات معينه مو بس مواصفات عضليه. فهني الانسان لازم يكون متوازن. يعني في ترى كثير من 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 من, من الوظائف يسوون لها ترى اختبارات عشان يعرفون القدرات، مو بس قدرات العقليه والبدنيه والنفسيه، عشان انت تاخذ هذا المكان او هذا المركز او هذا عشان تتعامل مع الجمهور. أضيف نقطه هامه، ان في مفهوم اسمه بعلم النفس مفهوم التعاون الابداعي. التعاون الإبداعي. فإذا كان الزوج متعاون بالبيت معاي مع الأولاد يشد من أزري، بالعكس أنا راح أكون مرتاحة. صح. لو حطوني في أكبر وظيفة شاقة. صدقين دكتورة، أول كنت أقول ما عندنا نماذج لأزواج يساعدون يعني بس زيجات. ما شاء الله. في على إن اكتشف بالفترة الأخيرة بأمانة هناك رجال يمارس دور الأم. نعم. ويمارس يعني دور يعني حتى لدرجة حتى إنه ما عنده مساعدة منزل في البيت. صحيح. صار يعني في وعي. في وعي. صار في وعي. إحنا صار في وعي للحياة الزوجية، وإن المشاركة إن الحياة مشاركة. يعني خصوصاً أن الآن المرأة تشارك الرجل في أشياء كثيرة. مو بس النواحي المعنوية، ترى النواحي المادية أيضا في مشاركتها مع الرجل يقدر هذا الموضوع. طبعاً. الرجل الواعي يقدر أن هذه المرأة راح تخرج للعمل. يعني مو كل الناس أغنية ولا كل الناس عندهم إمكانيات مادية كبيرة. في ناس يعني يتساعدون بعضهم بعض حتى تستمر الحياة. فهو الغلاء الرجل يقدر هذا الموضوع، وصار في عنده وعي أن هذه الإنسانة يعني تقوم الصبح مثلا أو تروح تشتغل هذا الشغل عشان إحنا تستقر أمورنا، عشان إحنا نرتب حياتنا. مشاركة ما عاد فيها والله أنا سيد البيت أو أن أنا اللي بيدي كل شيء، لا الآن أصبح مشاركة وأصبح في وعي، وهذا شيء حلو جميل يعني. نعم. طيب إحنا كلنا نعرف أن سايكولوجية المرأة تختلف عن سايكولوجية الرجال. صحيح. جسمانيا مثل ما تفضلتي هدى، قلتي أن جسم المرأة يفرق. طيب نظرة المجتمع حق المرأة العمل الشاق خصوصا المهندسات اللي بالمواقع تغيرت ولا ما زال مجتمعنا؟ لا والله تغيرت. تغيرت طبعا. قمة الاحترام ينظر. أنا وحدة الصراحة استانس. نعم. ليش شفت بنات يمارسون أي عمل؟ نظرة الرجل، نظرة أبوي، نظرة يدي. ما والله بالعكس. ما عاد فيها. ما أشوف فيها. كنا ماخذين حقنا كامل مكمل يعني. لا والله ما عاد فيها. أنا بالعكس أشوف الآن الدولة يعني، وأشوف بعد أيضا حتى الرجل يعني يستانس لما تكون زوجته تشتغل في مهنة نادرة أو في مهنة يعني مميزة وشيء هي تحبه، راح تشتغل على البيت طبعا، وعلى تعليم القيم. احنا لما نطلع للمجتمع الخارجي احنا ننقل القيم للأولاد والبيت، والزوج بالعكس يقول أنا استمتع لما أنا قاعد معاك أحاورك أشوف الأفكار يعني غير يعني، عرفتي؟ فلما تندمج هذه الأفكار وبالعكس الزوج راح يكون عنده يعني قيم واتجاهات وتنمية فكرية. أنا أسميها يمكن أنا أقول الجيل للأولاد، يمكن أقول الجيل يعني جيلنا. نعم. وحتى يمكن الجيل اللي قبلنا عنده هذا الوعي. يعني زيزي الوالدة الله يعطيها طولة العمر، أنت مسكتي كلينك. أي. يعني شلون تقبل؟ عاد أنت خذيتي السؤال مني. أنا بغيت أقول لك مسائل يقولون الرجال له دور كبير في حياة المرأة، فعلا هذا ينطبق علي لأن أنا بديت في أبوي. أي نعم. أنت لما تعطين الثقة، لما تعطين الشخص الثقة وتقودينه
توجهينه وهو يستمر يكمل وياك. فأنا كانت بداياتي مع الوالد، أنا صار لي 25 سنة أشتغل ما شاء الله، وما اشتغلت بالقطاع الحكومي، دايركت على القطاع الخاص. فأنت من تشوفين أن أنت عطوك مسؤولية وأنت عندك في داخلك تبين تثبتين نفسك، وفي شيء يسمونه هاي الحب، وحب شغف العمل، وتحبين المجال هذا تبدعين فيه. فانا يعني صراحه هذه الفضل زي أي وحيده على ولدين، اي على ولدين، يعني حبيت تثبتين حق ابوك ان انا مو اقل من اخواني. اي انا عن الوحده يعني منا عن عشر مو يقولون كذي بالفعل نوال وهدى حسين الوحده منا عن عشر. نعم خصوصا بالمواقف صراحه، وعندنا نقول خير مثال شهادات الكويت الله يرحمها كل شيء يعني بكل شيء، حضور قوي في كل مكان صراحه. يمكن عندنا مهنه اللي قلنا المهندسه، مهنة المهندسة مشاهدينا من المهن اللي تتطلب التواجد والإشراف يعني في المواقع مباشرة العمال وتحت جميع الظروف، سواء درجة الحرارة مرتفعة، سواء في أمطار، في رطوبة. خلينا نشوف معكم هذا التقرير والمهندسة آلاء التركي مديرة مشروع تطوير دوار البدع. صباح الخير، معكم مهندسة آلاء التركي من مشروع تطوير دوار البدع. مشروع تطوير الدوار البدع هو مشروع يهدف إلى تطوير الدوار بالإضافة إلى تطوير جسرين بين شارع البلاجات وبين شارع التعاون لتخفيف الازدحام المروري ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق. كذلك تتضمن أعمال المشروع عبارة خدمات تحتوي على العديد من الخدمات مثل كيبلات الكهرباء وخطوط تليفونات وخطوط الكاميرات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمشروع ورفع الطاقة الاستيعابية لها للاستعداد للمستقبل. تجربتي بالعمل في هذا المشروع كامرأة هي تجربة حلوة، ضافت لي الكثير، فيها العديد من الخبرات اللي استفدت منها، بالإضافة إلى التحديات اللي أثبتت لي أن المرأة قادرة أنها تعمل في أي مكان تقدر أنها تبدع فيه. مهام العمل تتضمن الإشراف على الأعمال في الموقع ومتابعتها أول بأول، كذلك القيام بالأعمال المكتبية المتعلقة بالأمور الموقعية. نصيحتي لجميع البنات والنساء بشكل عام، المهندسات وغيرهم، أن لا تخافوا من التحديات، وكل الأعمال صالحة أن المرأة تعمل فيها طالما هي تحبها من قلب راح تقدر تعطي وتبدع فيها. أشكر برنامج دوار الشاي الضحى على تغطيتهم للمشروع وتشجيعهم للمرأة. مشاهدينا يعطيك العافية بداية يا دلال وأساش على القوة. إيه والله نبي هالدوار يخلص توا أستاذة هدى، تقول متى يخلص الدوار؟ بس إنجاز جميل رائع. لا والله ما يقصر، خلص من الزحمة شوي يعني، والله ما دام فيها الشباب وراهم إن شاء الله بيخلص ومصير أبدع ما يمكن. يعني قلبا وقالبا المظهر صراحة. الله يوفقهم يا رب. إيه هؤلاء هم اللي نفتخر فيهم طبعا، اللي يقدمون حق الكويت يعني باكر يكفي حق عيالها حق أحفادها. هذا أمي ترى سويته، هذا تاريخ. صح إي نعم. في مقولة تقول من يعمل من أجل كسب المال يجعل نفسه عبدا. الوظيفة جني الأموال ولا شعور بالنشوة والنجوة؟ النشوة اللامتناهية. نعم يعني مرات تردين من دوامك انت تعبانة، ترى التعب مو شرط يكون مجهود جسدي. نعم ترى لما تشغلين مخك واتخاذ قرارات، واحيانا قرارات ترى مو قشمرة تصير فيها، فيها خسارة وربح وغيره وغيره، ما تتخيلين هذا التعب هذا ايش كثر يعني احساس بالراحة. اولا تحسين ان انت قاعد تسوين شيء ولصالح العام، وانت فاتشة باب رزق في وايد ناس قاعد يشتغلون. وعلى فكره في الاونه الاخيره القطاع الخاص قاعد يفتح بيباني حق الكويتيين. قاطع كلامك شوي زيزي. مشاهدينا طبعا زينب جواد بوشهري صاحبه كلينك مستوصف بوشهري التخصصي وبوشهري كلينك. اي نعم مركز زينب. اي نعم تفضلي. احنا طبعا قاعد نحاول كثر ما نقدر نخلي الشباب البنات والشباب يوني ينضمون ويانا يجربون حلاوه القطاع الخاص وشلون يشتغلون فيه. المجهود
لما يكون في مكانة وما تضيعين وقتك وتكون قراراتك يعني في محلها، ماكو أحلى من الافتخار. شيء وايد حلو، يعني 8 ساعات قضينها صح، وإذا خلصتيها تردين بيتك تشوفين نفسك حتى عطائك مع أولادك مختلف تماما. طبعاً العمل يعني العمل ترى، والقائد الناجح ما يفكر في المردود المادي كثر ما يفكر في المردود المعنوي، وإنه يسوي بصمة. صحيح. لأن إحنا وجودنا في هذه الحياة ليش موجودين؟ عشان يكون لنا بصمة. صحيح. يعني الأشياء شكراً. الأشياء الثانية بغت. طلعت الألوان دودهتني يعني. لازم أسألها شنو هذا يعني ما أقدر أخذ أي شيء. هذه دقية المرأة وحرص المرأة يعني حتى في اختيارها. دايم دقيقة. شفت ألوان بهرتني، قلت لها هذه الألوان لازم أنا شوي أطالع شنو الموضوع. راح أبلش مرة ثانية. فلازم يكون الإنسان له بصمة في الحياة. ترى أنت مثل ما تقول أنا يعني ليش أنا عايشة؟ الله سبحانه وتعالى ليش خلقنا؟ مو خلقنا عشان أنا أصير مثلاً ولا وأنا صغيرة مؤدبة، ولا وأنا كبيرة أدخل التخصص اللي أهلي يبونه، أو أنا أبي، أو أصير دكتورة، أو أصير أتزوج وأي بعيال. لا، مو هذه. الله خلقك عشان لا مراد في خلقه. نعمر. إن تحققي مرادة. نعمر الأرض. حتى عمار الأرض شلون إنه يكون لك بصمة. نعم. عشان أنت لما الإنسان الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته تكون بصمته موجودة والناس تمشي وراء هالبصمة. طول ما العمل، طول ما الإنسان موجود ويعمل عشان يسوي بصمة، هذا معناته قاعد يعمر وقاعد يسوي استمرارية للأشياء المعنوية والقيمة الإنسانية. صحيح. وبالفعل يمكن عندنا بصمات من الماضي قاعد نتعلم منها، ما زلنا يمكن أنا وأستاذة هدى تحت الهواء بداية ما التقينا قاعد نسولف عن ذاك الزمن الجميل، زمن يداتنا. أيوة. أقولها فقدنا المفردات الجميلة الكويتية. أقولها الحين من اللي يقول زق طب لقطة؟ أنا للحين. أي والله الصديق أحد وايد يقولوا لي من وين تي من حكيك أنت يعني داثر ما يلوق لك. قلت لهم الحكي الكويتي ما نستغني عنه صراحة. مهزة وحدة تعطي معنى كبير موسيقي. أي شو حكينا زينة. أي والله حلو. يضحكون علي أنا بعض الناس يقول ما يلوق لك هالحكي. ما اللي يضحك ترى اللي يضحك ما يعرف الحكي. لا يعني يقولون يعني عرفتي. لا 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 انت استمر ما يمشي ولا لا لا ما يمشي. هذا الحكي الكويتي زينه. ليش هذا هويتنا. هذا هويتنا يعني. نشوف بعض الدول الخليجيه ما زالت محافظه على هويتها. صحيح. باللغه. صحيح. نقول بالكلمات عندنا يعني شيء جميل لما تنذكر. بعدين ترى على فكره اللهجه الكويتيه كثير من مفرداتها اساسها اللغه العربيه. العربيه بالفعل يعني احنا ما يعني احنا اقرب دوله خليجيه حق اللغه العربيه. صحيح. كثير. واصعب ترى لهجه ممكن تتقلد يعني. صحيح. الكويتي ممكن يقلد اللهجات اللي حوالينا. صحيح. بس اللهجه الكويتيه صعبه ان هي ممكن الواحد يتكلمها. صحيح. فانت عندك شيء حلو زينا كلامنا، ليش ما نحكي فيه؟ لازم نحكي. شوفي كلامنا حلو، كلامنا حلو، تقاليدنا ما زالت محافظين عليها، الاشياء الحلوه، المزاور حق الوالده، البيوت الجديده لما تروحين تسيرين عليها لازم تسوين عشاء. الله يرحمها يدتي تقول لازم تسوين وليمه. قلت لها بيبي يعني من وين جايبه كلمه وليمه؟ بس يعني ان هذه امور ما لازم نتخلى عنها. ما لازم نتخلى عنها. تيتي على الوتر الحساس. المراه اللي نقول مشغوله مضغوطه يا كثر تشرهون عليها. يعني انا واحده من الناس يمكن اللي زعلانين علي اكثر من راضين. ما عندي وقت. خلقي لازم. انا ما اداره اي احد يقول انا ما عندي ما وقت. ليش؟ لان باليوم في 1440 دقيقه ما اجتماعيه، لان في 7 ارقام يعني يدوب حق بيتك حق زوجك حق عيالك. علاقات اجتماعيه لازم. في المراه اللي تشتغل في مهنه شاقه أنا مو معي. في شغلة بقول لك إياها. ترى كل الناجحات وكل العباقرة وكل اللي خذوا وأغلب السيدات اللي خذوا جوائز نوبل ترى كان يومهم عبارة عن 24 ساعة. عندهم إدارة وقت صح. لا إيه ما يعني ما عندها شيء زايد ترى 24 ساعة. إدارة وقت قبل إدارة الوقت لازم يكون هناك توازن. أنت تسوين توازن لحياتك. إحنا في عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة للتوازن. إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وضيفي عليها جوانب أخرى. هي 7 جوانب لازم الإنسان يسوي لها توازن فيها. ضيفي عليها علاقة الزوج وعلاقة الأبناء وعلاقتك مع العمل والأصدقاء.
ما تدري توصلي مرحله انت تعبانه تبين عرفتي هذه اللي حق نفسك مساحه الهدوء والراحه. حياتي الاجتماعيه هي البنزين اللي يعطيك علشان تقدرين تسوين ادائك في عملك. انا شخصيا استاذ افتخار يعني مهما يكون عندي من اشغال للركن الصحي هذا وايد مهم. ما الغي الرياضه توني بقول لك ما الغيها ابدا مهما يكون عندي اشغال شيء اخذ لي نص ساعه 30 دقيقه هذه لازم صح صراحة. لأن أولا أنا حكم سكواش فلازم أكون رياضية وفتنس ما شاء الله ما شاء الله فما ألغي هالشيء مهما يكون عندي أشغال وعندي مركز أنا بعد العصر نعم. لا على طول شغالة يعني أنا أقول الزوج العيال الأقارب المقربين هم لهم الأولوية لا والله في أشياء ثانية لا صديقات ضروري في ضروري صراحة أنا أشوفها ضرورية ما زالت هناك علاقات فولاذية حق الصداقات نعم موجودة موجودة نعم الحمد لله لهم دور كبير تبادل الخبرات احنا كلنا في عمر واحد اولادنا في عمر واحد ونمر في تجارب مشابهه فنستفيد من خبرات بعض الناس تعتقد احنا لما نلتقي بس نقعد يعني في ناس تعتقد ايه انتم تقعدون الحريم لا بالعكس احنا نتبادل خبراتنا في تربيه اولادنا شلون الظروف اللي انا مريت فيها اللي هي نفس ظروف صديقاتي شلون نتعامل مع ازواجنا مع صديقاتنا مع اهلنا مو احنا كبرنا وامهاتنا هم كبروا وابهاتنا كبروا حتى شخصياتنا كلنا الحين انا الحين نفس 20 سنه قبل مستحيل بعدين زيزي ترى على فكره ولا هانا والقاعدين قعدتك مع صديقاتك حتى اذا ما صار فيها تبادل أيوة خبره فضفضه فضفضه ونسترجع فضفضه وتسترجع يعني ترفين عن نفسك يعني ترى الانسان يحتاج الى صديق يسولف معاني يحتاج الى صديق انه يكون مرآته يحتاج أيوة الى صديق يرد له السالفه تصير عندك وايضا ترى على فكره مو بس صداقات ايضا حتى لازم يكون عندك مجموعه اهتمام مشترك صح. هذا مو صديقه اهتمام مشترك للهوايه اهتمام مشترك مثلا اولياء الامور مسوين او يعني اولياء الامور مسوين جروب لعيالهم تشتركين معاهم عندك مثلا مجموعه سفر تسافرين معاه يعني لازم يصير الانسان لكن ما يخلى الامر من بعض الانتقادات اللي واحد يلاقيها في محيط عمله من اسرته حق الامراه اللي نقول السيده اللي تعمل عمل شاق لازم في انتقادات، انتقادات إيجابية، أضحكت هدى، بتقول لي في انتقادات سلبية مرت عليك؟ بكل مكان انتقادات سلبية. أي مكان. لأن أنا صح. لا اللي يشوفون. لا اللي ينتقد. النجاح مالك. اللي ينتقد سلبي هذا معناته إنسان في عنده نقص وما عنده يعني فينشغل بنفسه وايد أحسن. أنا ليش ألتفت للانتقاد السلبي اللي هبط عزيمتي؟ أنا أشوف الإنسان اللي يشوفني أنا ناجحة ويعزز ويدعم نجاحي. صحيح. ليش أنا ألتفت؟ ترى على فكرة موجود كل مكان يعني في كل المجالات. النقد موجود. يعني أكو نقد بناء ونقد يعني هدام. ما في شيء نقد السلبية هذه يهدم في ناس هدفهم انهم ما يحبطون الانسان والانتقادات هذا طبعا ما تجي الا باسباب الغيره صراحه انا اسمع حق الناس الغيره الحريم بين حريم غيره النجاح يمكن طبعا اكيد لا مرات مو يصير انتقاد اكو ناس شكايه طبيعتهم كذي طاقه سلبيه الله مبتلشين في عمرهم يعني انا يكسرون خاطري هذيل اي شيء تعطينهم لو يعني شنو ما تسوين لا مو عاجب لا مو زين مو لذيذ مو حلو بعد شخصيتهم خلاص فيها انماط شخصيتهم خلاص يقولون بعد انا شو اسوي فيهم بقعد اغير العالم علي ان انا هالناس احاول حلو وعلى فكره كل ما تعطينهم حل الى اقول لك مشكله ثانيه حلوه غيره النجاحات هذه ترى الغيره بتحسي غيره يعني تدري متى تكون حلوه اذا انت ما تلتفتين لهم وانت امهم في حسابك بس اذا انت يعني ما شطريجك وقاعد تخط يعني حتخطين شيء معين انا بخط يعني من نجاح لنجاح من ابداع لابداع خلي انا هدفي في حياتي اني انمي شخصيتي وتطيح اقنعه حزه النجاح اكيد طبعا اكيد يا وتحمدين ربك تطيح اقنعه تتفاجئين في شخصيات يعني كنتي معاهم من احسن ما يكون وبعدين من نجحتي او من وصلتي اكيد يمكن دكتوره مر عليك ايضا زيزي وهدى تنصدمين تقول معقول ما كنت اعرفهم صحيح يعني ومده طويله ساعات تقول 11 سنه 15 بالفعل سنه بالفعل سنين افتخار عن الاشخاص اللي مثل هذيلي احمد الله انهم انكشفوا بالضبط عشان يروحوا حتى لو بالخير يعني ويخلون مجال حق احد ثاني في خير لي يدخل في حياتي ترى هي الدنيا هذه الحياه هي كذي يعني في مسارات ناس تدخل بحياتك وناس تطلع بحياتك عشان فهي هذه الدنيا الأقنعة هذه والله يا بحلو النجاح اللي بيكشف لي أقنعة أهم شيء شو أنا أختار صح أختار الصح طبعاً هو الاختيارات تصير من وترى الحياة تجارب أنت إذا ما استفدتي من تجاربك حتى في اختيارك لأصدقائك وللناس اللي تتعاملين معهم فإذا ماكو فائدة من المعرفة أهل قبل يقولون عرفته إيه عرفته عاشرته شافرت الحين ما تحتاجين سفر زيزي
يعني الحين العشره هني داخل الكويت. صحيح. اتوقع هذا الجهاز كشف للاسف الشديد. صحيح. يعني شخصيات احنا نعرفها سنين من السوشيال ميديا انصدمنا فيهم. والله كان ودنا ما دخلت السوشيال ميديا. والله اكو ناس انا كان ودي ما اكتشفتهم في السوشيال ميديا. يعني ما اعرف يعني اللي يزعل عشان عزيمه ما نبي. انا هاي برايي اللي يزعل. صح. وبعدين اللي واللي فيك والله شوفي الامثال الكويتيه. من تشرح تكره. شوف بالفعل. من تشرح تكره. حكمه ما هو مثل ايش مال تقل تخلى. اي والله يعني عرفتي بالاصول. اي والله لا تشرهون لا تقول وحطوا اعذار للبشر دائما حطوا الاعذار بعدين سبعين عذر من قلب ان تحب صديق خير في بعد النجاح. صحيح. تصدقين ندى انا مرات ناس يعني تدري بحكم الحياه في ناس تشوفينهم بالشهر مره في ناس تشوفينهم من موجب لي موجب لو ولحت عليهم فتشيت السنابات اشيك عليهم لو شفتها اقول الحمد لله هي بخير وعافيه وزينه افرح لها. اي تحبينها من قبل. ومرات اقول اعتقد ان احنا وصلنا الى عمر ومجال بعد ما له داعي نزعل من بعض وهالاشياء. ما نخل يمكن نضجنا اكثر زي العمر لا ما نخل يمكن يعني ما نخل المرحله العمريه تلعب دور يمكن هذا الشيء نقدر احنا نطبقه بس 24 25 سنه في بدايه الشباب. والله افتخار حتى بهالعمر احنا ما زعلنا ما ادري ايش فيهم الحين زعلنا من الحشم. زيزي اول كنا نحشم يعني ما نزعل احنا احنا تربيه يعني حتى امهاتنا يعني كانوا اخذنا يشخطون فينا هني دور الاكبر منهم بس يعني انت اذا انت قاعد في مكان وفي عندك اكبر منك يعني ما يوجهك او ما ياخذ بايدك او انه يهدك شوي. صح كلامك. لازم الانسان يسمع الكلام اللي اكبر منه. ناطرين الشارع ماكو زعله على طول. والله عاد اللي يزعل هو الخسران يعني اللي يزعل على ماش رضى على ماليش. ويطبق عليه مثل الحين حق اللي تزعل بدون سبب زعل بو يعني. طيب شلون طيب هذه قويه زيزي لا انا قلت طاقه ايجابيه عاليه عندها ما شاء الله. لان اذا واحد ظلين تصالحين لما تتعبين بس خلاص ما فيني اصالح كل واحد فيني وما ادري ليش زعلان. تعرفين مرات واحد يزعل بس ما ادري ليش فانت ظلين تضربين ارباع باخماس بس ريحي انا بالي ولما ما تصالحين بروح يصالح نفسه المسلم في عذر المسلم يعطيني 70 عذر. صحيح صحيح. وبعدين انا ليش اركز على 10% السلبيه؟ طب انا اركز على 90%. هو بعدين تعالي احنا ليش اركز على السلبيه؟ انا ماني كامله. اي والله ما اكيد ماكو. طيب انت ليش حق تزعلين وتتشرهين اذا كنت انت كامله؟ بس انت ما انت كامله ولا انا كامله. صح. فيعني كمان شلون احنا شلون الحياه بتمشي؟ خذ وخل. هذا صح. شوي غض النظر. شنو هذه اغنيه؟ شنو هذه؟ ما اسمع. غض النظر. غض النظر في اغنيه ولا ما ادري. جيل طيبين والله. اذا كلمات زينه وحلوه خلي يسوون عليها اغاني ويسوون الاغاني هذه اللي هالايام ما ادري شلون صايره. شلون اجمع يعني هذا سؤال حقنا كلنا. شلون اجمع ما بين العمل الشاق والمتعه؟ استمتع. يا سلام. اخلي اخلي هذه اخلي حلوه. يعني انا واحده من الناس احب شغلي احب فريق عملي احب اتناقش معاهم. ايه. احب اتناقش معاهم اختلف معاهم بالراي بس هذا صحي. ايه. بس عشان يحبوني يدرون ان انا حريص على عملي. صح. يتقبلون مني. صح. هذا قلنا يمكن قبل شوي لهيتي زيزي الرسول عليه الصلاه والسلام التمس العذر ظروف ضغوط سيارتك مختربه عيالك مطلعينش من طورش شلون اجمع ما بين نقول حب العمل اخلي متعتي العمل الشاق. هذا التفكير الايجابي شلون انا استمتع بعملي وانا ادي عملي مثل ما حضرتك تفضلتي استاذه افتخار انك تستمتعين بالعمل. المراه العامله لو حبت عملها تبدع فيه. أيوة. واذا ابدعت فيه صدقيني هذا له انعكاسه حتى في البيت لما يعطونها مثلا جوائز حتى لو معنويه. أيوة. شنو يكون مردودها في البيت مع الاولاد تكون مبسوطه وضحكتها على طول الله يقطع عليها جمال. تكون جميله عندها تراضي بينهم وبين نفسها سماتهم على وجوههم. فيعني انا اشجع على مع هذه المراه انها تكون يعني حيويه لأن المرأة العاملة تكون حيوية سبحان الله عندها أن تستمتع في شغلها وبالتالي في بيتها ومع أولادها شطريقتها معها فجدا مهم. شوفي الاستمتاع بالعمل لما يكون الفريق اللي معك كلهم شوفي يحسبوا لك حساب يحترمونك بس لازم يصير في بينك وبينهم مودة. أكيد. تدشين في حياتهم ويدشون في حياتك. يعني أنا مرات أقول لهم المدير مو لازم يكون مثل ما قلتي متسلط وكذي. أنا بيني وبينهم مودة وأعرف عن حياتهم وإذا واحدة ولدت أزورها وأخذ وأعطي وياهم بس أحط في حدود إن أنا لما أي أقول لكم شيء ترى هذا في النهاية لمصلحتكم. وبعدين أنت لما أي أنا الأغلبية كلهم يعني أنا 80% من اللي أتعامل وياهم بنات.
اللي متزوجه واللي بنيتها واللي جايبينها اهلها عندي يلا علميها. فانا لما اوجههم واقعد وياهم في النهايه ترى لمصلحتهم، واذا هم صاروا زينين المدير الشاطر يخلق مدراء من تحته. اكيد طبعا. وبعدين انا اقول لهم حسبوا حسابكم ان انا كاني مو موجوده، اخذوا قرارات تصرفوا، اذا اخطأتوا انا اوجهكم، واذا ما اخطأتم برافو عليكم. وبعدين استاذه افتخار انت تستمتعين في عملك اذا كان مسؤولك يعني مرعب يعطيك قدر ظروفك بالفعل، فبالعكس تحسين شيء بسعاده يعني. المتعه شوفي متى ما المراه او الانسان حس انه هو رايح، وايد اكيد قريتوها انه رايح شغله كانه رايح موعد قرامه او انها رايحه وهي مستمتعه، اعرف ان هي مسكت الشغف مالها. اي فعلا. وايد ناس يعني ممكن احنا قبل الهوا كان في حاله يدرسون شهادات وياخذون اعلى الشهادات والجامعه وتخصصات يخلونها ويغيرون الشيء اللي قلبهم الشغف مالهم. ما في متى ما وصلتي مرحله تروحين الى شغلك وتسوينه وتقومين الصبح لبسة قمة النشاط وانت من انت عرفتي ان انت مسكتي الشغف، متى ما رحتي وكنك رايحه حد دازك دز مخفر في خلل بعدين لازم تعالجينه. داخل وظيفتك في معاش ناس مثلا ما شجعك على هالشيء، ما انت عرفتي وانت عملك يمكن انت مو حابته ابدا، مو حابته بالشغلين عمل ثاني بس ظروفك اجبرك تشتغلين. بس ترى السعاده يعني دومينو، اذا طقيتيها طق على الباقي كل شيء اكيد. لكن والبؤس هم نفس الشيء. دكتوره ندى بتعطينا العلاج اذا كنت تشتغلين في مكان وانت متغيره مو حابته، شنو العلاج؟ اطور من نفسي انا يعني كثر ما اقدر ان اشجع نفسي اطور نفسي مهما يكون من عندي اطراف سلبيه بالعمل، ولكن انا اكون اقوى من هالشيء هذا العزيمه والاصرار. بالفعل احيانا نقول الدراسه الاكاديميه شيء مشاهدينا والهوايه شيء ثاني. عندنا امل الربيعه ميكانيكيه، والميكانيكا كلنا نعرف نوع من انواع المهن الشاقه، وتعودنا ان الرجل هو سيد هذه المهنه، لكن امل الربيعه غيرت نظرتنا لهذه المهنه. نشوف معكم هذا التقرير ونرجع. صباح الخير، معكم أمل الربيعة، أول سيدة ميكانيكية كويتية في الكويت وفي الخليج، أم لأربع أطفال. بدايتي أني أنا حبيت المجال هذا وكان فيني هوس في الميكانيكا، بدأت أدخل دورات في خدمة المجتمع في جامعة الكويت، فكانوا الدكتور يستغرب أنه كان كله شباب بس أنا موجودة، فيقول لي يا بنتي أنت إيه اللي جايبك؟ قلت له أنا أبي أتعلم مثل ما الرجال يتعلم يسوق السيارة، أنا هم بسوق السيارة، هم أبي أتعلم بعرف شنو فيها ما فيها. كان يقول لي غريبة، قلت له لا ما غريب إلا الشيطان، لا أنا لازم أتعلم. أصريت إني أقعد مع إنه كان يحاول إني أروح أخذ دورات ثانية كمجال امرأة، تروح تأخذ لها الديكور، تأخذ لها المكياج، تأخذ لها الخياطة، تأخذ لها يعني الأشياء المعتاد عليها اللي نعرفها إحنا أن المرأة شنو سلوكها أو شنو اتجاهاتها. طبعاً أنا كسرت القاعدة هذه، ما حبيت الأشياء هذه كمكياج والله العرض ما أعرف إيش، لا حبيت أني أكون في الميكانيك واستمريت فيه. وفكرت في أول ورشة فتحتها لي، إنزين فكانت ورشة صغيرة بديتها بداياتي، كانت مجرد بس ميكانيك واستمريت فيها لحد ما حطينا ورشة، دخلت في أشياء ثانية اللي هي الحدادة والصبغ، وفتحنا الورشة والحمد لله واستمريت يعني أنا من 98 ولا زلت. طبعاً الفترة هذه الطويلة صار في مشاكل، صار في تحديات، صار في حسد، صار في غيرة، صار في منافسة، أشياء وايد شفتها في الفترة الطويلة هذه. كلنا نشتغل، كلنا نعرف نتعلم، كلنا نروح للأمام، خلاص سير للأمام. أوجه رسالتي هذه حق كل الحريم وكل النساء. أنا بديت بداياتي طبعاً عطيت دورات حق بنات، طلعوا من عندي بنات وشباب، ما أقول لكم بس بنات، لا بنات وشباب تعلموا، مو كلهم راحوا وافتحوا ورشة مثلهم علي، لأن هذه رسالتي، تعلمي، تعرفين شو الأخطاء اللي في سيارتك، فأنا عشان أنك تتفادين الأخطاء، تتفادين هالأشياء،
استمريت وسويت الدورات هذه وعلمت نساء وايد طلعوا من ايدي. المرحله الجديده اللي انا قايمه فيها ان شاء الله واللي راح اقدمها اللي هي مركز تدريب، راح يكون اول مركز تدريب في الكويت، اللي هو يكون عملي، شغل عملي مو بس نظري. فانا ليش اخلي الناس تاخذ النظري ويمكن ما تبي تروح شويخ، ما تحب شويخ، لا انا عندي مركز تدريب عملي لكل الاشياء اللي موجوده في ميكانيك السيارات. راح ابتدي ان شاء الله من الطفل للكبير، ما اهتم حق العمر، لان على قولتهم التعليم في الصغر مثل النقش في الحجر. فلازم انا اسس الطفل هذا قاعد يطالع ويشوف ويمسك بيده ويتعلم، راح يكبر ما يخاف سواء بنت او ولد. والاعمار اللي مثلي واللي اكبر مني يبقى مو مشكله، هم خليهم يتعلمون يعرفون سيارتهم ايش فيها. كلنا قاعد نسوق وكلنا قاعد نمشي بالشارع وكلنا تصير توقف علينا السياره، مو شرط تفسحين ورشه، مو شرط تشتغلين مثلهم علي، على الاقل تتعلمين شنو فيها السياره. ويعطيكم العافيه، ويا نساء الكويت ويا حبيباتي كلكم قولوا احتكروا حتى شغل الريايل، احنا مع الريايل في كل شيء. اوكي جو هيد. شكرا امل الربيعه. واحنا نقولش بعد جاهد وضيوفي عندهم كم كلمه حقك. لا يعني انبهرتي. محرضه للعمل الشاق بشكل جميل جدا. انا صراحه حلو. يعني فخوره فيها، ويعني ولا بالاخير ما قالت لا تخلون العمل الشاق يحتكرون الريايل، انتم جاهد لا يعني ما شاء الله عليها. مرات يكسرون خاطر الريايل كل مكان، يعني طاقين احنا يلا دورنا يلا دورنا. لا مكاننا. يعني نقول في اشياء هم يحتاجوننا بالفعل. يمكن اذا انتم معي بنرجع حق الأفلام الأبيض والأسود وحتى الأفلام الحديثة، نقول كاتب السيناريست كتب أفلام، يعني أفلام شفناها على الشاشة شادية الله يرحمها مع صلاح الفقار، كانت صح. هي المديرة صح، زوجتي مدير عام، وبعدها وزيرة كنا منى زكي وزوجها حماية أو شيء. إيش كثر يأثر على نفسية الرجال من تكون زوجها مرؤوسة هني شطارة الزوجة شلون تلعبها. نعم. شوفي الزوجة الشاطرة اللي مخها كبير تعطي مساحة لزوجها، وهذا حق من حقوقه. ترى انت في عملك مديرة يسلم راسك، بس انا من اطلع من مكتبي انت زوجة ان شاء الله بقالة تسيد. راعي البقالة هذا هو مدير، فلازم انا اعطيه مساحته. ولما ادش بيتي زوجي هو المدير. وهذا الصح في كل مكان. انا مجال عملي بروحي، من اطلع من المبنى خلاص انا ماني مديره. الزوج هو الكل بالكل صراحه، ابو العيال في الاسره والريس، ما ابدا الناس نعطي اهتمام والاحتياجات وكل شيء كل شيء، ما يعني اخليه سعيد جدا. وبالفعل يمكن ذيك الفتره الزمنيه الافلام الابيض والاسود كانت شاديه، اذا اول ما تدش البيت تشوفين المكسوره الانوثه طالعه فيها بالدوام، بس بالدوام تعاقبه ليش ما بصرت ليش ما وقفت. ما تدري من قارد الثاني هو صار معاه بالشركه ولا هي صارت مديره عليه، كل الاثنين يعني بالفعل. طيب رايكم المسؤول يعني المراه تكون مسؤوله افضل او ان الرجل يكون مسؤول اكثر؟ هذا على حسب شخصيه تقدير حق الموظفين، شخصيه الانسان شخصيته. ما في وايد رايين يرتاحون من المراه اذا كانت مسؤوله. سبحان الله في المراه عندها مرونه والعاطفه لها تاخذ، الانسانيه لها دور اكثر. مع انه والله انا اعرف وايد ناس يشتغلون في اماكن مدراءهم رجال، صراحه من اروع ما يكون. عندهم مرونه بالتعامل، في مدراءهم يعني نساء صراحه ملوعين شبتهم عرفتي شلون؟ يعني هو مقياس الشخصيه. صحيح. يعني انا دائما اقول مرات يقولون احنا نتخوف لما نسمع ان مديرتنا ان انت بعدين من يتعاملون وياها اقول لهم ترى انا يعني انسانه في النهايه. صح. وهو على حسب التربيه، حسب والشخصيه. الشخصيه ايضا تلعب دور كبير جدا في المهنه طبعا. طيب في اشياء سمعت الشخصيه مهمه يعني، بس استاذه في اشياء مكتسبه اكيد طبعا. لازم في اشياء مكتسبه وفي اشياء موجوده بالانسان يعني من الولاده، من التربيه يكتسبها. ممكن هي مثلا تتاثر في امها وابوها في البيت، او هو يتاثر في امه وابوه في البيت، علاقاتهم مع بعض تاثر ساعات الوظيفه، حتى الوظيفه ساعات انت شخصيتك كذي جافه
او انه يعني شويه متسلطه على الموظفين. لا ما الوظيفه ساعات كذي تحتم على شكون شيء ترى اداره في مكان مثلا انت لازم يكون مصير انسان تحت ايدك يعني ترى اداره نقول افراد مو شيء سهل. لا والله لا اكيد يعني يقصر العمر احيانا. انا صرت يعني اعطوني اداره فريق عمل 6 قلت الله يعينهم يعني المسؤولين عند 50 ولا 100 والنساء اصعب من الرجال ترى شيء صعب. النساء وايد اصعب لان يعني الزوجه والام عرفتي وكلهم مو كلهم يدون يفصلون لما يدشون دواماتهم لازم يكون لها يعني نقول زيزي مقومات شخصيه معينه عشان انا امسك هذا المنصب واقدر ادير صح. صبر والمثابره وتكونين قلبك وسيع تتحملين واعطي لكل ذي حق حقه إيه وبعدين ما تفرقين انت كمديره ما تفرق وخاص لازم ما تفرقين بينهم يعني ما يصير من حد ساعات يكون في محاباه صراحه محرين في محاباه النهايه والله المجموعه والله انا احبها لا افرق عن المجموعه ما يصير الحين عندهم كذي حبتك علي ما ضامن الرجال لان انا صيت الرجل صراحه فالرجال ما عندهم شيء صراحه بس دائما تشوف الريال مظلوم اي والله ترى القيادة ما نشمل القيادة لها دراسات لها, لها, لها مقومات أصلا يعني مو كل شخص يصلح أنه يكون قائد يعني أنت ممكن شخص يصلح أنه يأخذ مسمى وظيفي ولكن مو كل شخص قائد ولا كل شخص ماسك مسمى وظيفي قائد ممكن تشوفين أنت موظف عادي في سمات القيادة فعلا كلام ممكن صحيح. أنت تعطينا تسوين فريق عمل تعطينا هو يرأس فريق العمل تشوفين حتى بعيالك حتى بالعيال ممكن صحيح. تشوفين هذا الولد في سمات القيادة في سمات أنه يكون رئيس أكو أشخاص ما يصلحون يكونوا مرؤوسين أبدا هو تشوفينه هو شخص أنا صرت أميزهم الولد أي مو مرؤوس حتى وايد ترى من رجال الأعمال الناجحين صحيح. أنا يمكن ذاك اليوم شفت قصة من الصفر برنامج ابتدوا مع شخص سعودي يقول قالها صراحة قال أنا ما أشوف نفسي مرؤوس أنا أشوف نفسي رئيس على طول قائد وفعلا كون يعني إمبراطورية عارف نفسه عارف إمكانياته القائد لازم يعرف أنه قاعد أنه يتعامل مع بشر عندهم احتياجات نفسي. لازم ما يتعالى عليهم صح. لازم يشركهم معاه في كل شيء وأنا وايد أحب موضوع الفريق العمل الآن ما في تفرد بالعمل ما في تفرد الآن النجاح جماعي وما في أحد ناجح في هذا العالم بروحة. كان نجاح بروحه أبدا أبدا حتى لو قرأ كتاب ومن هالكتاب استلهم شيء فصاحب الكتاب شريكة بالنجاح أيضا أشخاص يعني مثل ما تفضلت الأخت بس هم ما نشمل في دراساتنا دائما يعني في بعض الرجال يكون ناجحين في عملهم مثل ما قلنا ويعني يؤدون وظيفتهم على أكمل وجه يكون شخصياتهم قوية نفس الوقت يكونون يعني مثل ما قالت قياديين عرفتي حضرني هني على كلامك أكيد مر عليكم كلكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي شخص قيادي برا يقول كنت من أدش بيتي أخاف من مرتي هذا مريض نفسي يعتبر في يعني اضطراب احنا نسميه اضطراب نفسي يعني يكون هو شاد حيله بالدوام لكن بيجي بالبيت لا خلاص يرضح للزوجه يمكن هي شخصيتها ايه شخصيتها اقوى يخاف منها ولا يقدرها يحترمها لا كان صريح بهددته يمكن عيني من قبل مره فايش يسوي؟ هي سيطرتها بالعمل بالشغل بصراحه على انه برا يعني اصلا في البيت انا يعني داقه بحل حق مشكلته انا برا قيادي بس في البيت اتوقع انه قلت انه زوجته قياديه اكثر منه او ماسكه بالبيت في البيت او مهنه شاقه عندها ترى على فكره افتخار انا الحين اكون قياديه في طبيعه عملي لاني افهم له بس يمكن انا مثل مساعي المهندسه الميكانيكيه انا مو قياديه بالامر اهد لها الخيط أعطيها هي تأخذ يمكن هو في داخل البيت لا يشعر أنه هو متمكن فيعطيها القيادة لأن هذا مجالها وبعض على فكرة يعني يستغلون هذا يعني الوتر في يدات غير متعلمين وأميين وكانوا عندهم قيادة صارمة ولهم. وقوية وكانوا يعني ريايلهم لدخل ينتفضون العيال والبيت صحيح. كله فهي القيادة إذا أنت القائد الشاطر اللي شيء اللي ما يفهم له ما يتدخل فيه. أقول لك في موقف يعني إن في دكتور معروف يعني ما شاء الله عليه قيادي من درجة الأولى. فأول وجراح وعنده 100 عملية. ما شاء الله. فلما يدش البيت
المرأة مثل ما تفضلتك انت شخصيتها قوية. روح الحين يب كنتاكي حق اليهال. زين الحين يا الريال عملية جراحك ابو صار ان شاء الله حاضر وراح ابو يا تعبان هالكان من دوامه يعني في تفضل روح. انا عرفت ليش دكتور نصيرة الرجال فالظاهر مر عليها وايد انماط من الرجال مضطهدين من قبل النساء. ترى الاضطهاد هذه اكيد فيها يمكن من نفسي عارفها فيها باك لازم تعالج وهو ترى يعني عفي عليهم اذا اكتشفوا ان فيهم هذا الموضوع وعالجوه. في ناس يكابرون على هذا الموضوع يعني ما عندهم اي مشكله وما عندي لا 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 انا هذا شيء عادي وهالامور عاديه لا كل شيء زايد مو حلو وفي خلل صح معناته ان انت اخذتي من جانب مهم اخر ثاني قصرتي منه وزدتي من جانب ثاني فهني لازم التوازن يصير موجود في الحياه. مع التوازن موجود بالحياه واشتغلنا وانجزنا وعشنا نشوة الفرح بالنجاح راح نوصل حق مرحلة عمرية اللي هو التقاعد. تأثير النفسي على الأمرأة العاملة ومو أي عاملة يعني نقول مو الوظيفة العادية تقعد على الكرسي وتروح تبصم وبعدين آخر النهار ترجع حق بيتها لا اللي فيها حركة فيها تفكير مثل ما تفضلت بداية الحلقة زيزي قلتي ما أنام أي والله. يعني مخي حتى لو أنام بس مخي شغال عقل باطن قاعد يترجم وقاعد يبحث إيش كثر يأثر نفسياً كونكم إن خلاص إن تقاعدنا وكذي بالعكس أنا أتجه إلى أشوف نفسي أشوف أهتم في بشرتي في الرياضة في أشياء ثانية يعني أنا حتى مسؤولتي تقول لي إن يعني أنا خلاص إذا تقاعدت بس ما عندي ما أفتح مشروع أقول لها ليش يعني حرام فكذي لما الإنسان لازم يكون عنده خطة استراتيجية يحطها إن أنا بعدين إن شاء الله لما أتقاعد أتجه لمجال آخر مشروع مثلا أفتحه نقول هذه نظرة نقول العرب أو الشرقيين أنا بالنسبة لي ما عندي راحة أنا بالنسبة لي ما عندي سأعمل حتى آخر يوم في حياتي ما عندي راحة أشتغل هذا قراري وبالعكس أصلا الآن يعطيك فرصة تشتغلين الشيء اللي أنت تحبينه الشيء الشغف مالك اللي تبتدين تجربين في يصير في عندك فضول تجربين أشياء أنت ما كنت جربتها احيانا بالنسبه نفسه المتاخر ترى هو فعلا كلام صحيح انا بالنسبه لي الرياضه والاهتمام في نفسي وهذا انا يعني من الاول فما عندي مشكله في الموضوع ما يعني ما انطر اتقاعد عشان اهتم فيه والحياه لان هذا من ضمن الاساسيات اهدافي ما انت ما اوقف خلاص اذا وقفت معناته انا مو حيه يعني اغلب لا المفروض احنا ما نوقف طلع تقاعد خلاص الحين برتاح كنا يعني قمه العطاء بعد كل ما تسوين هالاشياء اي نعم مثل الحين عيالك كبروا خلاص في عطاء حياتهم وكل شيء انت صار عندك خبره وتوازن وعارفه حكمه بصيرتك تصير اكبر يعني قمه الخبره يكون المفروض اكثر حيويه خصوصا الحين مع دعم الدوله حق المشاريع الصغيره يعني حتى لهم بزنس الحين ما شاء الله يعني ان شاء الله لهم دعم فنشوف المراه قامت تنجح كويتيات الحين لهم بصمه في كل مجال وما قامت تقاعدنا نتجه اتجاه اخر صحيح نشوف الحين روحنا يعني نهتم في روحنا حالنا. حلقه جميله انت اجمل استمتعنا اي والله صراحه يعني من نشوف نساء كويتيات انزلوا الشارع الكويتي يمكن عندنا احنا ذكرى اللي الله لا يعيدها نقول ذكرى الغزو شفنا التكاتف اللي صار شفنا المراه صار لها دور كبير ما قمنا نقول هذه مراه وهذا الرجال فكل الشكر لكم لتواجدكم معنا ومحاورنا اكثر من كذي بس للاسف الوقت معكم طار بسرعه احنا ناخذهم على جنب ونسولف مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وشكر الى تشيلينج ستيشن وشكر اخر الى زينب الطليحي. عندي نصيحه قبل ما اختم معاكم اخذي اجازه كافئي نفسك ونطري تغاضي لا تنطري من احد انتظري القادم الطريق ما انتهى بعد وانا بعد ان شاء الله راح اشوفكم الخميس الجاي ومعاي موضوع جديد. عطله نهايه اسبوع جميله اتمناها لكم انا وضيوفي مع فريق عملي في برنامجنا زواره شاي الضحى في امان الله.